حدثنا هدبه ابو خالد حدثنا همام حدثنا قتاده حدثنا انس بن مالك عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرا القران كالاترجه طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرا القران كالتمره طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الفاجر الذي يقرا القران كمثل الريحانه ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرا القران كمثل الحنظله طعمها مر ولا ريح لها